قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. يا أولاد، اليوم سوف يقوم بزيارتنا صديق لي منذ أيام الدراسة، ولم نجلس سوياً منذ زمن، وأريدكم أن تقابلوه. هذا رائع! لا تنسى البحث يا فواز. أه؟ البحث؟ أي بحث؟ لدينا بحث مدرسي، وقد اتفقنا أنا وناصر وخالد أننا سوف نجلس في غرفة اليوم لتحضير عناصر البحث. وما هو موضوع البحث؟ عن مستقبل المملكة. حسناً، هذا رائع. أعتقد أن صديقي فهد سيفيدكم في هذا البحث. أرى أن الوقت يمر، يجب أن ننهي البحث يا فواز. أعتقد أن والد فواز لديه حكمة في أن نقابل صديقه. لا تقلق يا ناصر، ما زال لدينا الوقت الكافي. فواز، اقترب أنت وأصدقائك. حسناً، أخبروني، ماذا تتمنون أن تصبحوا في المستقبل؟ أها، أحلم أن أصبح مهندساً مثل أبي. وأنا أتمنى أن أعمل مبرمجاً. وأنا أريد أن أصبح مكتشفاً ومخترعاً. إنهم ثلاثي رائع. أخبرهم أنت عن وظيفتك يا فهد. وظيفتي هي الحفاظ على أمن المملكة. ماذا؟ إن فهد صديقي ضابط من جنود الوطن. حقاً؟ هذا رائع. إنها حقاً وظيفة الأبطال. كل فرد في المملكة هو بطل في وظيفته. والدك يا فواز هو بطل في عمله الهندسي، فهو يدرس المشروع من كافة جوانبه حتى يتأكد من أمنه وسلامته. لم أرى فهد منذ أشهر. الحقيقة أنه كان بعيداً عن أصدقائه وأسرته كذلك. ها؟ لماذا؟ ليخدم وطني وأحافظ على أمنه. كنت مرابطاً مع زملائي الضباط على حدود المملكة. ترابطون على الحدود كل هذا الوقت؟ عمل شاق وخطير. عندما يكون العمل هو الحفاظ على أمن المملكة وشعبها وممتلكاتها يصبح عملاً رائعاً، وعندما تشعر أنك تحافظ مع أصدقائك على مستقبل وطنك ستشعر بالفخر. إنه تأمين المستقبل يا أبنائي. البحث الفائز هو بحث فواز وناصر وخالد بعنوان الأمن جسر نحو مستقبل أفضل. أنتم المستقبل. شكرا على هذا البحث المتميز.